41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Coucou. 50. Très bien. 50. Et 1. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Très bien. Soixante. Et 1. 61. 62. 63. 64. 65. 66, 67, 68, 69, 70. 70, très bien, mais seulement en Belgique et en Suisse. En France, au Québec et dans d'autres pays francophones, on dit 70, 60 et 11, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Bon, mademoiselle, vous êtes là tous? 60, 60, c'est quoi? 60. 60. 60. اوكي خلينا قبل ما ارجع لعنده عشان الفيديو شوي طويل اليوم بلشنا انه في عندنا لي نومبر اللي هن لازم انا اكون حافظتهم سي لو نومبر 20 20 20 حفظ 20 خلينا نبلش من نومبر هون انا خليني لي نومبر اون ليت لازم اكون بعرف زيرو نحن لهلا صرنا واصلين عند السيلز انا بعتبر حالي اعطيتكم المرق معنا بالفيش اللي قبل زيرو بس عطيتها انت اللي عند البنت ايه بس انا حاضر عند البار عند البار بس المس قصده انه بدون ديز والباقيين ال 17 خليني بس انا ركزوا شوي معي يعني احنا لهون نحن بنعرفهم المفروض انه تكونوا صرتوا حافظين وتعرفوا تكتبون وتقراون زيرو 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. بعدين خلينا عرفنا انه في 6 نمرو وقتها كنا عم نحكي عن الاج كلهم ينتهوا بزد او مثل 11, 12, 13, 14, 15, 16. انا بحب خبركم اذا بتعرفوا لل 16 وبتتمكنوا منهم منيح انتوا بتعرفوا صرتوا تكتبوا نص الارقام يا روان اسماعيل. بون بصير مركب لانه الباقي بصير تركيب صح يا الاء بتصيري بس اذا انت بتعرفي ال 20 بتركبي بس الواحد عم بتغلط بلفظه شو سلسبيله؟ كثير عم بتلاقي واحد عم بتغلط فيه باللفظه الان قصدك هيدا؟ اه مش بس اه هو؟ اه اوكي هو بيستخدم كارتيكل حد الكلمات ممكن تكون شوفي ان فرير مش شفتيه من شوي مع الان فرير وبيستخدم كنومبر طيب بنكفي لهون انت صرت بس انا 14 صعب على اللفظه بالعكس كثير هين بعمر ال 14 بتكون الواحد صار كثير عنيد وبقولوا راسه تيس اذا بسامعين هالكلمه فتذكري انه هو بيكون عنيد مثل التور بس هو مش تور لانه هو مرحله عمريه الادوليسون وهيك فكاتور كاتور يعني انا كنك عم بتقولي حرف تشبيه كاتور وزيدي لز كاتورز هاي كاتورز
يسلم. أنا مدرسة كنت لعب بحكي لكم عن كل رقم قصته. 14. طيب منكفي عنا صرنا نتعرف نعظة. اليوم تعرفنا بالفيديو على 30. تعرفنا على 40. 50. 60. أوكي. والتركيب الأرقام بيصير حسب ما كان عم قلنا بالفيديو. يعني إذا أنا بدي أقول عمري 21 يكفي إنه حط شو بقول؟ 21. لا غلطت أنا حطيت أش ما في أش 20. بس نقلنا انتبهوا لما بيكون في الآن موجود بقلب الرقم بنضطر نحط شو إيه فبتصير 21. بس لاحظت شغلة أنا بالفيديو وي 21 لاحظتي بس وأنا كمان شو لاحظتي مس من الأربعين خمسين ستين ليمكن سبعين كانوا عم بحطوا قبل الـ on eat صح آه. يعني اللي يعني هلا بكتب رقم 31 شو بكتب يا غنى؟ واحد وثلاثين بدي اكتب 30 شو يعني 30؟ بتطلع هون رنت دونك ترونت رنت وبين عندي فهون اتونسيون ران رنت شاهد مين بيسأل سؤال كيف أبوزي شاهد yes teacher مس زلنيرا مثلا 31 من أوت غان ات أو مثلا 32 هلا حاجي على 32 خلينا بال 31 خمتي كاتا أوكي خمتي كده 40 أوكي رجال ليش يعني 40 يعني 40 بدي اسمع منكم شو عندي اتونسيون لانه في شو بدي احط بيناتهم حارجع اسكر شوي الميكرو بس للكير عشان تسمعوا مثل لما بالعربي بنقول نحن احنا بالعربي بالارقام عندما عندها ترتيب عم نقول 44 بنحط بين الرقمين و نفس الشيء ولكن هيدي الوا بالفرنسي اللي هي ايه ما بتظهر الا مع الواحد يعني 21 31 41 ماشي حكفي شوي اذا بدي اقول نيميرو 51 مين بيقدر يساعدني في ويساعدنا كيف منقول 50 بس انا بس انا مين عبد اللطيف ما سمعت اليوم يلا يا لين شو يعني 50 قريب لنا بس شهد ما غبيش الصوت وي سوي بولي وي لين شو يعني 50 سنكنت ريبيت سنكنت اوكي سنكنت واحد يعني شو بدنا نعمل بدنا نحط اف ات ا برافو بتصير هي كلها سوا سنكنت اوكي سنكنت ات ا حزيد هون ال 61 يلا بزير بسرعة شو سوسانتي برافو برافو سوسانتي سوسانتي طب أنا بلكي بدي أكتب 22 أي رقم بدي أكتبه عادي شو يعني 20 هون بنتي بس بحط ريزة خبورة بيناتهم منقول بندوز بندو بندو فندر يلا شكل النوم يلا سي نمرو شكل النوم كانت كاتو كات كات وي شاهد 34 طيب يلا سنيميرو
في كل نوم؟ 45 45 45 يعني إذا جد بعمره 45 كيف بقولها بالفرنسي؟ 45 66 طيب فإذا أنا هون بعمل ملخص لأنه بدنا حتخلص الحصة. ببساطة أنا بدي منكم تحفظوا هول النيميرو شايفينه من الزيرو للفا، وبعد الفا بدي الاثنين شو بتلفظ؟ ما عم بعرف ألفظها. أن دو ريبيت ميسم دو 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 داكور ميرا. دونك هلا عرفنا اليوم على الفا 30 40 50 60. يلا بس لحظة، يعني احنا بنعتبر حافظين ل 69 انت صحيح. انا حوقف هون لانه هول فيهم شوية ترسيات وزيادة ما بدي فوت بهالحصة فيهم. اوكي فاذا لهم عارفين ل 69 ماشي. طيب وي ماشي مس بس عنا اليوم وظيفة. اي وظيفة زغطورة دموازيل، بس معكم لبكرة الساعة 6 تخلصوها. دموازيل خليني اليوم فبدنا نحن مثل بروجي، بس مش ضروري هلا هيدا اليوم تخلصوه، يعني بالعطلة بتخلصيه. اون فا فورمي، يعني تو دوا فورمي لاربر جينيولوجيك دو فوتر فامي. يعني انتوا هذيك المرة كتبتوا شوي عن عيلتكم وانا صححتهم، اليوم بدنا نشكل الارض ونعمل مثل فيديو صغير يكون هو البروجي خلاصة درس الفامي. عارفيني عن كل شخص بهاي الآر اسمه مين هو وعمره. بس هون الفرق ما بده يكون دفوار على الكاية يا ميسم، بده يكون على يا اما بتعملي على تصوريه بتحطي صوتك عليه بتعملي باوربوينت مثل ما عم تشتغلوا لغير معلمات. اوكي يعني مش عم بطلب زياده لحد سؤال بس بس لو سمحتي فيك ترجع تحكي شو حكيت لانه ما كان عندنا مش لسه اسالك شغله شو بعد شو بدك على الجروب. يا فاذا حرجع احكي بالتوضيح. اكيد نحن اليوم بدنا البروجي تبعنا بالنص اللي كتبتوه، في بعض بنات كتبوه صححت لهم، في بعض بنات ما بعرف ما بعتوا، بدنا اون فا بريزونتي لا فامي. شوفي هالفيديو وحتفهموا علي شو عم بحكي. Quel ennui ce déménagement! Nous ne faisons rien de plus que de mettre et sortir des choses dans des cartons. Quelle chance tu as d'être si petit pour te débarrasser de ça! Regarde l'arbre généalogique que j'ai fait l'année dernière à l'école. Tu sais à quoi ça sert? Donc, ici, la petite fille, elle parle de l'arbre généalogique. Elle a parlé de l'arbre généalogique de sa famille. انت بدك تحكي لنا على الارب جينالوجيك تبعيتي انت. اوكي ريغاردي ايكوتي كيف هي عم تحكي انا رح اعمله زيها. Tu ne comprends rien. Dans l'arbre généalogique, nous pouvons voir les membres qu'il y a dans une famille. Tu veux voir comment est la nôtre? Je suis ici. Et eux, ce sont nos parents. Papa et maman. Nous sommes leurs enfants. Et tu es mon frère. Les parents de papa sont nos grands-parents. Grand-père et grand-mère. Nous sommes leurs petits-enfants. Nos grands-parents ont deux enfants de plus. Notre oncle et notre tante. Toi et moi, nous sommes leurs neveux. Les enfants de notre tante et de notre oncle sont notre cousin et notre cousine. Tu comprends, petit frère? Nos grands-parents ont trois enfants. Notre oncle, notre tante et papa. Notre tante et notre oncle ont deux enfants. Notre cousin et notre cousine. Papa et maman ont deux enfants. Toi et moi, nous sommes frères. Et ça, c'est notre famille. Tu as compris?
Oui, j'ai compris. Bon, bien sûr. حنوقف شوي عند الارب جينالوجيك لتعرف ترسموها. فيكم تستخدموا صورة الارب بس حتكون شوي اصعب عليكم. دونك عندكم هذا البروجي بالعطلة بدنا نسويه افو دو كونستروير لارب جينالوجيك. بدكم تعملوا الارب جينالوجيك دو فوتر فامي و بريزونتي شاك مومبر. سي مون اونكل، سي مون فرير، كومو ايل سابيل، اكسترا. كلهم متدربين عليهم. اوكي، لتساعدكم ترسموها دائما ارسمي على ورقتك عندك 3 بارتي دي ريكتانج. شفتوا هاي ريكتانج وريكتانج وريكتانج. بكل ريكتانج بدي احط جينيراسيون معين. يعني هون باول شيء فوق بدي احط لي جران بيرون لي نوتر جران بير جران مير جران بير جران مير. بوفويي تحت مين بدي احط لورز انفون. لورز انفون يعني ممكن يكون مون بير مون اونكل ما تانت. ici ma mère ma tante اذا عندي بعد اونكل. هلا احنا عيالنا كبار فاختاري شخص او شخصين مش ضروري تحطي كيد الفامي. يعني ما تعمليها ارب رح نجد حقيقي. بعدين بالثالث ريكتانج شفتوا كيف المير والتانت والبير هن على نفس المستوى. هيك بدها تكون رسمتك، مش بتحطي ليهم معشوائيين ما بعرف مين عمت مين من خالت مين. اخر ريكتانج بيكون فيه كوزان كوزين توا اي تي فرير. يعني هون عندي موا ما سور مون فرير. بالمقابل اذا حدا من التانت او الانكل عنده اولاد بنحطهم كوزان كوزين. سي كلير؟ حدا عنده كيستيون قبل ما نختم؟ ايه انا مش اسالك سؤال. مش فيني اسالك سؤال. اللي رافعه ايدها حاخدها. رقيه كمان. رقيه اكيد اسمه وعمر ومين هو. مثل ما اخذنا ثلاث اشياء بنحكي عن كل شخص فيك تحطيهم وبتحكي. يعني كمان انت هيدا الريكتانج فيك تقولي تحت تكتبي مامير وتحطي هون الاسم والعمر رقم وانت وعم تحكي عنه. انت معنا مش هلا بعطي تشتغلوا فيه. بعطي كلام خاص اكتب انستغرام بس انا اللي بعطيك اياه الخاص وعلى الرقم اللي هو بنشتغل عليه على الواتساب. واذا نزلت لينك انا بنزل لكم اياه بعد فتره مش اليوم حنزلها فيكم تحطوه هون كمان لانه بدكم تشوفوا قد ايه. بس فيني اسالك بس بس ايه اكيد اكيد حنزلها على جوجل كلاس روم لتشوفي على امتى العطله. اسالك بس سؤال مالك صغير. انا وحده سؤال يلا بس خلوني اوقف تسجيل سيبو بلي. بس امتى العطله؟